مرحبا فيكم. الآن بنحكي لكم عن شغلة غريبة جدا، كيف ممكن تطيروا مع طائرة من طيارات الحرب العالمية الأولى فوق البرلمان الكندي؟ طبعا أول شيء لازم تروحوا على الأفييشن موزيوم اللي هو متحف الطائرات في كندا في أوتوا، موجود على الافييشن افينيو او هي طلع لكم. فالطياره بتطير بهاي الطريقه من غاد وبتلف وبترجع على الافييشن موزيوم. زي ما انتم شايفين الرايد سعره $65، وهاي الطياره شكلها من برا، وزي ما راح تشوفوا هلا بعض الصور اللي ممكن تلتقطوها من الطائرة. عجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.